عليكم الاولاد بوسعاده وبوسعاده كالعاده رياكت جديده الاولاد. اليوم جبنا لكم نص الشيت تكا غادي تكا غادي تكش عليه اللي عمل شان جديده الاولاد وهبط فيها تراك عنده في 22 ساعه عامل 3500 لحظه باز ما فهمتش علاش يعني شان جديد صحيت ايوه ما فهمتش علاش نجم تكون فما مشكله يا مع يعني برود في الشان القديمه يا تنجم تكون تعاقد مع برود جديدة وهي اللي شرط انه تكون شين من الصفر ما نعرفش ما نعرفش الاولاد اللي يعرفوا هو كل خطوه جديده يحب يبدا بها نستي كي تتفرج على الرياكت خويا ان شاء الله خاطرني ممكن مش في كلمناك في الانستغرام سخبنا تراك مسروق معناها فما شكون سرق لك الكليب صحيح حط لنا كومنتير نستي قلنا العامله ذي علاش خاصه وانه راهو يجي يقول لك حاجه فما شوف 22 دقيقه خدمه اوفيسيال على الاخر 22 ساعه 3500 راو شويه ورانا نعرفوا اللي فيهم مشكله يعني في اليوتيوب اليوم ولا اصعب ابار عنده انستغرام يعني هو تحسه ما خدمش عليه برشا ما روجلوش برشا حاجه فهمت خاطر الناس تجيهم من الانستغرام قلنا علاش نستي حاسيلو الاولاد نمشيو نسمعوا التراك ترانو نحكيو فما انسان سالني سؤال ياسر على محلاه باش نجاوبك عليه هبرو في الاخر اللي هي علاش قلت سكاراكو ما يجيش معناها ما عجبتكش مسكاراكو كي كلاشا حسين لكن في نفس الوقت حسين كي رمي المعنى على كلاشا خونا قبلت الحكايه تنحكيو في الاخر نتاع الرياكت نفسر لك بالضبط علاش وهذه وجهه نظر راه ماهوش انا كتبت كومنتات فسرت علاش حتى اللي شدني شد حاسين الاولاد لتسكو خاطر متربي ومحلاه محلاه هكا علاش تجاوبوا خاطر محلاه محلاه الوليد محلاه تبكي برو محلاه هكا هو الجيل اللي نحبوا نطلعوه الاولاد ليتس جو ليتس جو طلعش زعمل غلط من طلعش الغلط الثاني مهما العيال الغلط مرتاحش صحيح خفوز مني افكاري خربت اللي سمعوني كله مني نستشيت يا ياو ملا فايب يا برو ملا فايب طار من القرجومه من داخل سمعت شويه منه خطر اني ما حسيته مسروق قلت لكش حسيته مسروقه معناها علاش قلت لك اطلب نستي ثبت منه شيء ما يدوم كيف نسالني ويني ناس البارح كيف نسالني نحبهم الفازات هذوما نحطوهم في الميتافور نحطوهم في الميتافور وين نسالني 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 كي نحكي مع روحي لاني نرجع الاولاد اللي لازمك تتحدث مع روحك لازمك يا برو باش تصلح وتقدم يا برو منقول متوحشني مليان طاقه وفرح مش مفهوم متوحشني مليان طاقه وفرح يعني لينا باش نفهم اللغه متوحشني مليان طاقه وفرح يعني الناس تحب يقول لك صحيت بلكم ماهيشني ما الطاقه مشات على الروح والفرحه مشات على الروح وراني قال اقول باه باه ممكن غدوه نبرم واتفاك يا برو ماهيش خلينا نتفاهموا على حاجه الساعه نحب الفوت الانترو واني نشوفوا الفراكة وانا مش يكمل فايب فما راب غادي ونشي ختم ولا يعمل في ريشيرش لا يا الوليد مش نعمل لا لا خويا لا ننسى حبني انا نويك لا خويا امريكا اول مرة نسمعها في تونس ما سمعتش شكوني فايبي هيك بالرسمي ما شاء الله لهني الوليد نحن نقول لك حاجة لهني معدن الانسان المليان يطلع تحب فايب تفضل راو نستي موجه جديد عليه الفايب الناس اللي تبع في نستي وتعرف نستي من قبل يعني حتى التراكات متاعو أولد سكول وكل بومباب والجو متاعو خدم فيه فايبوات سواء في ريفرانات وإلا باكات يعني عنده مع الفايب فهم فاش نحكي لك عنده ما شاء الله واضح شنية واضح انسان مليان عنده بالباهي زي ولازم لنا نلعبه النستي لازم لنا نلعبه يزيون الولاد ما كل لغة اعطيني تراك كاسح واعطيني يود العالم فاتهم المواضيع عظومة يرحم والديك وخلع بطن طلب اسمعني اسمعني الكاسح عنده جمهوره ما تجيش انت توت لهم لحظة مش اللوم لا انت قاعد تلوم يا اخونا انت تعمل في نفس الخطا ترجع له يزينا من الكاسح شنو يزينا من الكاسح معناها تنحى لا مش معناها تنحى راهو يزينا من اللومين يجي كل واحد يخدم اللي يحب شو صحيت راهي توصل يزينا من انك تضغط على ارتيست باش تخليه يخاف انه يحاول ولا يمشي للبلاصه اخرى راه فما عباد تحسرت في الكوان هذاك منهم نستي راه منهم نستي يحب يراك غادي الببليك نتاعك يتولي حتى الارتيست يخاف باش يغامر يا برو سامح خاطر هو عمل قاعده جماهيريه قاعده جماهيريه مش اش قلت سمعت قاعده قاعده جماهيريه نتاع اولد سكول بومباب انا اليوم مثلا الناس عرفتني الرياكتي موزيكا راب
هل اني جسينا رياكتينا مرة على الكرة ما مشيتش كأرقام تعرف من الأرقام مشيت مع العباد ولا هاك علاش ارجع لوين كنت نجس مرة أخرى أفلام وسلسلات نحب النوع نحبكش تقلق مني في حاجة برك لكن الببليك لهني هذه النقطة الفارقة اللي نحب نحكي لك فيها باش نشوف ببليكك ببليك لحظة عنده عليك حق نعرف أما كمام حتى أنت لازم يكون عندك عليه حق حتى أنت لازمهم يدزوا معاك ويعاونوك وقت اللي تحب تعمل تجربة جديدة باش يوصلوك أنت لكن الحاجة ذيك اللي هبطها ماهيش ذوقهم يتبعوا فيك على خاطر أولد سكول ولا خاطر بومباب ولا خاطر كسوح لكن يعاونوك وقت اللي تجرب تجربة جديدة باش يوصلوك للجرون بيبليك ينجم يقبلها على الأخر الجرون بيبليك ينجم ينطلق العابد ينجم اليوم كيما نستي ما يكون الشكل محصور في بلاصة يقولك ما عنديش باش نسبونسوري ما عنديش باش نعمل كليب لازمني شكون أنا يجيني باش ينفستي معايا سينو راني ما نجمش ننتج فاهم باش نحكي لك فهمتك برو فاهم أني مثلا شوف نهار تلات سربي حاجة مزيانة للعباد حتى لو كاني فايب راه باش تقبلوا العباد أني أنت تعرفني كنت نقولك حب الراك غادي في الأولد سكول حب الراك غادي لكن أمس كي هبطت تراك فايب الرسمي حاجة واو فما البارول حتى الفايب موجودة فما كل شيء يعني العباد باش تقبلها باش تهبط لعفطت وتقول لازم تقبلني ولازم لا 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 وتوصل لي لعفطت نتاع الناس شو الكلمة اللي قلت انت محلا فما بارول يعني الانسان اللي عنده مع الكتيبة بتاع الولد سكول وعنده مع وقت اللي باش يخدم فايب ويكون متمكن منه بتبيعته كيما نفس الشيء صحيح باش تلقى عنده البيران اللي تنجم تنفع الجروب بيبليك باه نكملوا تعلمناش نفضوا مشاكل في المركز عيش عقلي مشي في بالهم تدرجح صبر برشا رابي باش ما يجيش نهار نترشق وما دام الشارع خامش باز باش توصل لك حرش هنا ما دام الشارع خامش باز باش توصل لك حرشه يا برو باز طلع في البنيات نطلع في البيان على البي بي ام سي ما نحبش نسوق ولا ما نعرفش نسوق اما 300 على البي بي ام لمبيت ما نحبش نبان ما عنديش مع الفولون اما 300 على البي بي ام سي ايش مع الفولو مع الفولون سرت الريس ترى الكوكب مساعني هما ترى سبيد معناها احسن نو ديما كلم بابا اللي مشيت عليه وما تمزلت على البيبي على البيبي ام بيبي ام بيبي بيبي ام فرصه باش نتعلمها كلمه هذه يبقى لي عادي احسن نو ديما كلم بابا اللي مشيت عليه وما تمزلت بيلي خلصت كي بيع لي يبقى لي عاديني ارجل من اللي عطيته سري وبيعني يبقى لي عادته ارجل من اللي عطيته السر وباعني بلا خلصت كي باع لي يبقى لي عاديني ارجل من اللي نعاودها من الكل كل بابا اللي مشيت عليه وما تمزلت بلا خلصت كي باع لي ما تمز على زبي ليه خلصت كي باع لي لهني علاش بسعاده ما يعملش رياكت بالفلوس خاطر كي تخلصني برو تولي تقول لي شو تقول لي هما دار احسن نو ديما كلام بابا اللي مشيت عليه وما تمزلت بلا خلصت كي باع لي يبقى ما تمز على الزبي ليه خلصت كي رياكتالي برو وحاجه اخرى نكتك وحاجه اخرى 200000 على خناجك رياكتي تسكر فمك وحاجه اخرى هاك علاش بسعاده ما يركبش وحاجه اخرى وحاجه اخرى كي تعطي رايك لارتيست ما تبيعش يكون رايك ماناش احنا ماناش بتاع بغض احنا اما كي يبدا انسان بغضي ويقول لارتيست براتيم سترايك ويقول لك لارتيست سكر فمك خالص في خدمتك يخدم خدمتك سكر فمك صحيح تبدا خالص شو تحس منيكة شو تحس يا برو الحاجه اللي تنفع باللي تكون غاليه رخيصه هاي رخيصه اعطيني برو حط عليك الناس لما بابا اللي مشيت عليه وما زالت بلا خلصت كي باع لي يبقى لي عاديني ارجل من اللي عطيته سري وبيعني يبقى لي عاديني خير من اللي عطيته سري وباعني سري وباعلي رجل ما نعرفش ايش بيه حسيتو فارس كرم ماني ولا محمد علي الفرزيت يدشني القرجومة اخونا منين جبتها هذي بارك الله عليك يا اخويا فما ذكي برشا اللي صار يعطيه الصحة كالضو في وسط الكهرباء محليه بديهيات ها بديهيات من البديهيات سمعت شروط خبتم الجندة يكرهوك في كلمة غرام بيه يا ياسر فاهمي الولاد لازمك لازم يحبوك انت في وسط المنظومة حتى اني حسيتهم يحبوني في وسط المنظومة كي عبت فيديو معين قدوة اليوم دافع المؤمن الجيل كلهم ما يجي شكيك وراك غالط كلهم لازم يكون عامد راه ولا يصلح لك هيك الخيار
اللي ما هوش مصدق اللي الأرض كروية وشاكك فيها اللي هي ولعبت نجم تكذب عليه. يا أخونا أخونا مصدق اللي أنت حطيني كيفك أخونا مانيش أخويا نحسها مؤامرة عادي. مش مؤامرة مش حكاية عادي مؤامرة عادي. أنا بالنسبة لي لا هي مكورة ولا هي مسطحة. شككت ولا فما زوز خليني أنا نشكك زيد أخوي ما عندش الحق نشكك. احنا خلقنا باش نشك وباش نسكت وباش نلوج وباش نبدو وباش يكون اليقين منطلق منطلق من فكرك انت ومن مخك انت مش من حاجه جاتك مسلمه معناها باهي. حتى اني كي شككت مالش بك درت علي انت فاش هاك العلاقه لا ما فما حسابات فما حتى احنا فما ما درتش عليك يا برو ما قلت لك راك ما تحكيش بحقيقه مطلقه. عادي نجيب لك الارض الكرويه سهله ما مش وقته هاي ماهيش حقيقه مطلقه. ارض مسطحه ماهيش حقيقه مطلقه. ما ناخذ شيء على اساس انه حقيقه مطلقه. خلي كملوا خلي كملوا. عندك مخ في الموضوع هذا نفسخ خطر بمخي. هاي قرش على جون يكرهوك في كلمه غرام. القدوة اليوم تافه المؤمن الجهل عدو البوست. القدوة اليوم تافه والمؤمن الجهل هكا بيكرهوك في كلمة غرام. القدوة اليوم تافه المؤمن الجهل عدو البوست. لحظة بقى ايجي اقول لك حاجة نصتي نحب نجاوبك لاني عمره ما كان القدوة تافه نصتي. وهما يريبريزنتيو في التافه في تلافزهم في بلاتواتهم في كذا. لكن وقت اللي جات الفرصة وطلعت انت حكيت كلمتين تونس الكل صفحة تحكي عن نصتي. وقت الامباير طلع يحكي في كلمتين تونس الكل صبحة تحكي على الامباير كيف كيف يعني هم يخبيوا في المليان صحيح. يخبيوا في المليان صحيح. لكن عمره ما يكون التافه قدوة للإنسان اللي ببخاخة صحيح. خافوا على الجيل الصغيرة صحيح. خافوا على الجيل الصغيرة خاطر هم لعبتهم غادي هم يفوتوه الموضوع متاع الإنسان الكبير ذاك يلعبوا على الجيل الصغيرة فلازم نحاربوا باش نظهروا أكثر ونحكيوا أكثر في المليان. ريت مهما تشهر التافه مهما تشهر روك يطلع للشارع لعبة تبتكره تبتغزله. مثلا انت كدرشكونيه كلا نفخ شفايف وذاك حاجات تقزز فهمت تلافز ودني توقف عبيت في الشارع تصار معه مستحيل. هذي هو اصلا ما يطلعش للشارع صحيح خطر يضربه صحيح يعني راو باللي شارع صار هاك يخش الحب صحيح صار هاك يخش الحب يطلع حبل عرفت بيت يودي شدوه وك يجي واحد سيب 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 ممسو حد ممسو حد يطلعوا يورب بي يطلعوا الجبل زيتون دول بوست الفارغ والموهوب قالوا فشل حطوا زبلة في المخاخ والمخاخ في الزبل ناس المخاخ في الزبل يا بالله كتفايبيو هوا 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 راه مشكلتنا مشي مع الفايب مع المساجات يا اخوي يا اخو بيرة في النوار ما يدوش فعلك نام يا اخونا بيرة في النوار خطرة ارخص ويداوي بمور قانوني خطرة ارخص لحظة اني كهزت صبعي الفوق راه مش على الفايبرة والله العظيم الاولاد اني هزت صبعي الفوق على خاطر جيت نقول كلمة وش نحب الصياعة على اساسه فيه والله زاد بالصدفة فهمتك خليه يكمل طيرت علي فما مرة قصيت على تراك ونزلت في فازة برامو في الاخر تاع الناس ما حطوا لي كومنتات قال لك راه مازلت حتى ما فقتش بها تاع شو اسمه تاع كازو شنو هي الفازة؟ فازة في اخر الكليب وكل كيك فينومين هكا هكا اللي عمل هكا طلعوا الخنازر حدا هو يشتح يتكلم واحد به الاولاد خويا السلام عليكم وسعاده وسعاده كالعاده حاجه روعه حاجه صفق صفق صفقناك والولاد على ذكر الصفق رانا نقولوا سقف احنا عادي معناها هي نعرف اللي هي غلطه من كل بلاد ورطال احنا نقولوا سقف سقف مش صفق لا هي صفق سقفناك حاسيلو الاولاد مانيش عارف نصتي علاش ما عملش التسويق المطلوب للتراك علاش وعلاش في شان جديد نصتي بابا ستورياتك وريليتك والاولاد داي اليوم شاب التراك وش نحلو شان جديد ولعبت تبدا عامله فولوات في شان جديد قبل راه مهبط على ذكر الفولوات نتصور الناس الكل اللي قاعده تتفرج فينا توا باش تمشي وتحط فولوات فولو لشان جديد هاي قمام بالضبط. الحاجه الثانيه الاولاد اللي هو مهبط فيديو اخر راه قبل هذا يعني عشان هذه هاي مش غنيه لكن فيديو هكا ب 27 ثانيه التيزر كيما نقولوا التيزر نتاع كليب ولا حاجه هيك طار النوم هاو التيزر نتاع الكليب طار النوم يمكن البوم طار النوم نستي جمهورك واحنا بتبيع نطالبوك باش تفسر لنا اخويا في البريفي نقولها المره الجايه تحط كومنتير نعرفك ما تحشمش بالكومنتات وتحطوا نورمال معناها ماكش ماك النوعيه نتاع الشيشي ونحطك طبق الورد فخلينا نفهموا الحكايه علاش شان جديد لا ابارامو البوم ومتفاهم مع شكون مصحى مع شكون خاطر هكا طار النوم كل شيء يعني كوفر كبير تاع البوم كامل والبوم شي يكون اسمه طار النوم حاجه كي هيك يمكن مانيش ني كلا نفتي يعني فهمت حاسيلو حاسيلو الاولاد
أنا شخصيا في روحي أول مرة نسمع نص الشيتي فايبي، إبداع يا برو بالرسمي، إبداع متاع إنسان متمكن من الفايب على الأخر. وكما قال هيك المرة اللي فاتت معناها مش كما عمل ستو تطويلات عادين، لا فما ضربات متاع إنسان متمكن من الفايب. مسني الفايب، مسني على الاخر بالرسمي، مسني على الاخر. الاولاد تراك غول عليش التسويق ناقص في 23 ساعة على 3600 فيو اكهو حرام الحقيقة. يمكن يطلع يحكي ولا يوضح ولا ما نعرفش شنو هني، ما فهمتها. ايش رايك انت رايك في التراك؟ ماني قلت لك الفايب مسني. وبالنسبة لإيجا انا احكي لك حاجة، بالنسبة للراب البارتي بتاع الراب ندمتني لاني قلت لك إيجا. فما بونش لاينوات مزيانين ندمتني اخوي ياسكت باهي ولا شيء كمل عادي اشتحكي على التراك. ما هو سي سي بو حكيت على التراك. فما بونش شوات بونش لاينوات مزيان نحمسك بالله. ملاك الاولاد فما في وسط التراك قلت باش تجاوب شكون باش فما في الراب بونش لاينوات مزيانين الحقيقة. برجولية تراكيرا حسيلوا الأولاد لأني كملنا مع ناس تشيت. فما إنسان كتب كومنتير محليه ياسر قال يا أبو سعادة علاش تلوم خونا إني إنه ما يردش، وجيت مع حسين إنه ما يردش. قلت راح حسين في اللايف دي ما أقولها مش لازم يرد به. أول حاجة في الراب بصفة عامة أي إنسان عنده الحق يجس، يجسك حتى يهبط لك تراك كامل معناها هذا، لكن إيه الكلاش داخل الجيم بالعكس صحيح. يزيد راوي يحاير السين ويزيد شوف علاش هيك تسالني ياني هو برحمه بوك بجاه ربي خطرانيش نوصل له وجهه النظر نتاعي خطره بسني بحذاك لحظه خلينا نوصل وجهه النظر نتاعي خاطر هو حسني اني كي اللي جاي ضد الاخر. لا به الفا كي جبد خونا ما جبدوش بالاسم، قال اللي عنده في مناجير مزرس وكيش بد سانفارا ما جبدوش بالاسم، قالت خطره عرس لهني اني راها عاديه جدا رميه معنا على رابور اخر. في نفس الوقت اللي ستيل الموسيقى متاع سكارا وحسين يتسموا نفس الستيل يشبهوا لبعضهم ولكن جمعت الفايب ستيل اخر. يعني لهني كي هو مثلا كلاش اخونا سكاراكو قبلتها علاش خطر في نفس الستيل، لكن اني اليوم مثلا طالع مشهم في نفس خاطر مشهم في نفس الستيل مشهم في نفس الستيل يعني يكونوا فايب والدنيا وهو عليك. عنده فكره في راسه اللي الناس اللي دفايبي ناس مرخوفه وما نعرفش شنو هي الفكره نجم نتقبلها، لكن انت اليوم ما لقيتش علاش باش تكلاشي حسين وبالاسم يعني كرميت عليه المعنى فهمتي. هو خونا كلاش حسين ما جبدوش بالاسم جمله، قالوا نشو الناس تير وانت تبسكل ودنيا الناس كل تعرف وهذا كان داخل في الجيم. حتى حسين كي رجع ما جبتوش بالاسم جملة شوفني نتير وراسك حي تجي انت برو ما بيناتكم شي هضايا متصاور بشركت ونطر له شركة يعني فما موضوع قبل ونطر له شركة من رقبت ولا الله أعلم شنو صاير مش نطر له شراها الشركة ما علينا دم عليها الشركة باش تجيها وشراها ما علينا فيهم، لكن يعني فما مواضيع صايرة ورموا المعنى على بعضهم يعني ما سموش بعضهم جي انت بالاسم هيك لاني ويجي اقول لكم حاجة وينجم يكونوا فما حاجات ما راوهمش في البريفي على خاطر هذاك ولا يطلع لول توندونس ويفك في توندونس وكذا. اميجي اقول لك حاجة راهو اللي عملوا مثلا يعني انا راني والله لا عندي مشكلة مع حد برو يعني ربي يكون واحد يعني خونة. عندي فكرة في راسي هذيك اللي نمشي بها فهمت. شوف فهمتني وان شاء الله اخويا تكون جوابتك وبرشا حب ومحليك قدكش ايه ما سربيت شويه بها ما خلنا عقبلك عليها ما عندك ومحليك بالرسم محليك قدش تربي اخويا هكا فهمت به كمل اخويا شنو معناها سربيت شويه بها ها شو اقول لك به الفا مكلاشهم مش راه وقت اللي هاك قلت لك رمي المعنى به حتى رمي المعنى ماهوش كلاش هذاك راه لازمك تفرق ما بين كلاش وما بين نقد وما بين انك ثم حاجه مقلقتك قاعده تصير في المرشي اش تحكي عليها. مش معنى اني سبيتك وقت اللي قلت عنده مانجر مزرس، لا قاعد نقول لك في حاجه قاعده تصير في الكوليس مش معناه قاعد نكلاشي في خونا ولا قاعد نكلاشي في زاد وقت ولا اكس وقت اللي قال له اطلع فوق الواحد اللي يعرس قاعد لنا يكلاشي في ما قالت إليه الأمور في المارشي معناها نجم المنظمين أصلا إيه قداش الدنيا ولات مسيبة معناها علاش طلع اليوم في فوق سيرسان على خاطر العرس نتاعو عمل البوس مش على خاطر عنده تركات عامل البوس
فهمت شنو هو؟ علاش الاخر خذيه قرطاج؟ على خاطر عنده مانجر مزرس. معناها لنا قاعد ينقد في كيما امباير وقت اللي قال لك لحامه تقص في كيلوات في استوديوهات مش متاعنا. مش متاعنا. فهمت شنو؟ معناها هو لنا مش كلاشي فيهم. لنا ينقد في في في, في اللي قاعد يصير. اي هاكا نست الشيت انت وقت اللي حكي وقال ها معناها بالعكس ما فما حاجه شوف الجمهور شي يحب حسن فما حاجه شيشه. اي لحظه بركه ردوه كلاشي فاز كاراكو جونيور كيما قلنا ما فماش علاش على خاطر تقريبا نفس الـ نفس الـ نفس الـ نفس الـ نفس القضيه نفس الحكايه لكن مش معناها انهم انت قلت هذاك يخدم في فايب وهذا يخدم في في اولد سكول ولا في حاجه كسوه اندر جراوند ولا شنو النظره نتاعهم يعني بعد بعضهم زوز يخدموا اندر جراوند ويخدموا في الكسوح ويكلاشيو بعضهم تصير بيناتهم مشاكل يكونوا عكس بعضهم في الافلام يا حنبوك تصير بيناتهم مشاكل هذا يصير بيناتهم مشاكل صح قلتها حسينا هو هذا اللي فاهم وحس اللي الكلاش نتاع سكاراكو مجازي ما نفهمش علاش نتاع خدمه لاك في الاقل. ومادام انت جاوبت على كومنتار ثم كومنتار نحب نجاوب عليه زاده قال لي في في بوراتا امباير تراك بوراتا في وقت معين قال لي هيك الونس راحت غادي شنو جيتش تعمل يعني جيتش نحي الكاسك ونقول لك يا خويا كيما عملنا قبل وقصينا على شكون خاطر تراكو على الحيط قصينا عليه وما كملناش يعني اليوم نحب نقص من قمه الابداع فاني وقتها حبيت نقول له هيثم راني باش نقص بالرسمي خاطر السيد راهو ابداع ابداع حاسين الاولاد طولنا عليكم بسعاده بسعاده هيك العاده تستحق اي حاجه غير الفلوس نجم تعمل عليها طلع في الانستغرام باي باي.